السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله تكون تالت حلقة من قناة مستر جينيس. كلام النهاردة عن شركة صينية ليها خلافات ما بينها وما بين امريكا، وهي شركة هواوي. فلو انت لسه مشتركتش في القناة فانزل بسرعة واشترك في القناة وشغل جرس الاشعارات عشان نوصل ل 100 سبسكرايب في اقرب وقت. اشوفكم بعد الانترو. شركة هواوي هي شركة صينية تأسست عام 1987 على يد مهندس ورجل أعمال صيني وهو ران تشونغ فاي. هو نائب المدير الهندسي السابق للجيش التحريري الشعبي في الصين. هواوي بالصيني إلى قسمين، والأول هو هاو والثاني هو واي، ويعني هذا الاسم العمل الرائع أو التميز الصيني. اسم الشركة ليه كذا طريقة للنطق، وهو هواوي واوي ووي وواوي. في السنوات الأولى لشركة هواوي كان ران يأمل في بناء شركة اتصالات محلية تجابه المنافسين الأجانب وتكون بديلا عنهم في النهاية. وفي خلال هذه السنوات كان نموذج أعمال الشركة يعتمد على إعادة بيع مقاسم التحويل الداخلية والخاصة اللي هي البي بي إكس المستوردة من هونج كونج. في نفس الوقت كانت تعيد عكس هندسة مقاسم الهواتف المحمولة المستوردة من حول العالم وتستثمرها بكثافة في البحث والتطور لأجل تصنيع التقنيات. في عام 1990 كان لدى الشركة حوالي 600 موظف في مجال البحث والتطور، وبدأ التسويق الخاص للبي بي اكس الذي يخدم المؤسسات الصغيرة والفنادق. وكان الإنجاز الأول للشركة في عام 1993 لما أطلقوا أول هاتف يقدر يتبرمج، ولقد كانت إلى حد بعيد في ذلك الوقت أقوى بدالة متاحة في الصين. وحصلت شركة هواوي على عقد رئيسي لبناء أول شبكة اتصالات محلية لجيش التحرير الشعبي، وهي صفقة وصفها أحد الموظفين بأنها صغيرة من حيث عملنا الإجمالية ولكنها كبيرة فيما يتعلق بعلاقتنا. وفي عام 1994 عقد مؤسس شركة هواوي ران تشونغ فاي اجتماعا مع الأمين العام للحزب جيانغ زيمين، وأخبره أن تكنولوجيا معدات المقاسم كانت مرتبطة بالأمن القومي، وإن الدولة التي تفتقر إلى مقاسم وبدالات خاصة بها زيها زي الدولة اللي تفتقر لجيشها، ويقال إن جيانغ وافقه الرأي. وفي عام 1996 كانت نقطة تحول كبيرة جدا للشركة لما تبنت الحكومة في بكين سياسة واضحة لدعم شركات الاتصالات المحلية، وتمت الإشادة بها من قبل الحكومة والجيش كبطل وطني، وأنشأت المكاتب الجديدة للبحث والتطور، وبدأ التوسع الخارجي في عام 1997 لما فازت شركة هواوي بعقد لأجل توفير خطوط الهاتف الثابت لشركة هوتشسون في هونج كونج. وفي نفس السنة أطلقت الشركة منتجاتها اللاسلكية القائمة على نظام جي اس ام، وتوسعت في نهاية المطاف لتقديم اليو ام تي اس والسي دي ام اي. في عام 1999 افتتحت الشركة مركزا للبحث والتطور في الهند. في سر للناس اللي كملت الفيديو لحد دلوقتي، ان في بعض الاقوال بتقول ان سبب الخلافات ما بين امريكا وشركة هواوي ان شركة هواوي تابعة للجيش الصيني. وكده تكون نهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو انت لسه مشوفتش الفيديوهات القديمة فانزل هتلاقي اللينكات في الديسكريبشن، ويا ريت تدوني اراءكم ان شاء الله تكون الحلقات اللي جاية عن ايه. ولو انت لسه مشتركتش في القناة فانزل بسرعة واشترك في القناة وشغل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد. سلام.